جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن بصر عنصرا إجراميا وضبط عدد 25 عنصرا آخرين بنطاق مديريات أمن الجيزة ودمياط والشرقية وكفر الشيخ، المنيا وأسيوط وأسوان، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها استعراض قوة وحيازة أسلحة نارية والإتجار بالمخدرات والسرقة بالإكراه، والمحكوم عليهم بأحكام تتراوح ما بين السجن والسجن المؤبد. وضبط معهم 24 قطعة سلاح ناري، من بينها 9 بندقية آلية و4 بندقية خرطوش و3 مسدس و8 فرد ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 355 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1076 قطعة سلاح ناري، من بينها 1 رشاش و155 بندقية و83 بندقية آلية و77 مسدسا و760 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1528 طلقة متنوعة، إضافة ل 1229 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. ترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 480,040 حكما قضائيا، من بينها 2070 حكم جناية و170,369 حكم حبس و234,738 حكم غرامة و72,863 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلا عصابيا ضمت 31 متهما قاموا بارتكاب 52 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 55 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 89 متهما. كما تم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1273 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1398 متهما وبحوزتهم قرابة 215 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 211 كيلوغرام من نبات المانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يزيد عن 23 كيلوغرام، إضافة إلى قرابة 30 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 52,792 قرص مخدر.